اقليم من اقليم اقليم عربيه. عربيه لوحي بن ملال. شحال في عمرك اخويا محمد؟ 39. 39. عين اخويا نقيد رقمك. 37. 37. هاد النمره عندك فيها الواتساب؟ فيها الواتساب. نواحي بني ملال. فايت فيك الزواج؟ اه. دابا شنو مطلق عزري؟ مطلق. مطلق. عندك شي وليدات؟ عندي بنيات ولد. ثلاث ابناء. شحال في عمرهم هادو اللي كبار؟ الكبيرة فيها عندها 13. دابا هادو نتا عندك كبار، واش فراس كاش الشريفه الكبار تيتحسبوا من 19 العام اللي فوق؟ ولا ما فخباركش؟ باش عيلة ما فخباركش انا قلتها ليك. راه هادو راه اطفال، هادو راه مازال قاصرين يعاقبوا عليهم القانون. فهمتي؟ باش غير نضيف لك هذه المعلومات، هادو مازال محسوبين عليك، مازال اطفال، والبنت كتحسب على باها حتى كتزوج ولا كتخدم، وهي محسوبه على باها. واخا تكون عندها 40 عام. واه. ما عرفتش واش دخلات ولا ما دخلاتش. حيت إلا نتا 37 عام، هادو هذاك اللي كبار ولتيهم فاش عندك 12 عام؟ نعم. ها؟ قلت لك نتا إلا كتقول ولادي كبار، إذا ولتي دري ونتا عندك 12 عام. هو هذا هو البلان ديالها. لا ماشي زعما على حساب زعما صغار يكونوا ديك 9 ولا 4 هما شويه. راه تا هادو راه مازال صغار، شكرا سي رضا، تا هادو راه مازال براهش صغار. فاش خدام نتا؟ لما عامل، لكن كندير شي الصغير ديال الفارم ليمون الزيتون. عامل، قاري ولا والو؟ لا والو. لم أستغرب. عندك السكن؟ عندي السكن في عروبي يانيس. اه. غتسكن انت ومرا بوحدكم ولا يسكن معاكم شي حد؟ لا وحدنا ان شاء الله باذن الله. اي الدراري عند امهم. اي امتى طلقتي؟ شهر 10. شهر 10 اللي داز. اه كاين دابا 8 شهور باش مطلق. مزيان. وعلاش طلقتي؟ لا تفهمنا صافي. تولدتو ثلاثة مابقاوش كتفاهمو. إيوا. بديتي تفرقو بين الأب والأم، الله يلا حرام الدراري نتوما راكم مجرمين. واخا سيدي قولي فيك شي بلية؟ لا ما ينبليش. كتصلي؟ كنصلي الحمد لله. عندك شي مرة تداوي عليه؟ شركات الحياة بغيتيها من نواحي بني ملال؟ لا لا ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة. شحال يكون في عمرها؟ من كاع من التالي واخا تكون وصلت لسلاتين ماشي مشكل. تكون عازبة ولا مطلقة بحالك؟ وعندها الدراري بحالك؟ أحسن تكون عازبة. ما أيه؟ والدراري كيجيو عندك انت مرة مرة ولا صافي داتهم هم في خطرة؟ لا ماشي عندهم، شوفهم عندك شوفهم ماشي مشكل. واخا خويا الله ما يسير، دوز عندي الوصل صيفط لي هاد المعلومات الله ما يسير. يلاه بسلام. يا كيقتلوني بهاد ولادي كبارين، ولادي راهم كبارين، ولادي راهم كبارين. هي دابا هاد الحتالف اللي عندي دوم راه كبارين ياك. الو السلام عليكم. من الصباح وانت تصوني عليا، من الصباح صونيتي في الرقم الاخر الرقم هذا وانت جالس في وسط السويقه. سير لدركم عاد عيط. عرفت هو كاين في السوق. بارطاج 139 مزيانة. بغاو بنات الناس. سلمى سليمة تضحكي، وصل لك الميساج. راه ملي تلقى واحد مسقد كتلقى الاخر عوج، راه ما يمكنش، راه قليل فاش كتلاقى مسقد من كاع القناص ضروري. كنعزح يقولون ننهزم دائما امام النحب، ليس لانهم اقوياء بل لان قلوبنا
تقف في صفوفهم. سلام الدار عمر هيدا الله يرضى عليك. يا ربي قتلتيني بالضحك، انا قتلتيني بالضحك. ميسترو حكيم، اختنا من العرائش، بعض المرات كتفكريني غير المديره ديالنا المدرسه الابتدائيه الثانويه. اخويا ابراهيم راه تيقهر، قولي لي 07 اش من دوله، اش من دوله. بسم الله ابراهيم. الو السلام عليكم. الو كي جاوبوش. الو عاوني، باغي نشهر ولا مصونين عليا؟ بقاو سمعوا صوتي. اش من دولة هذه اللي فيها 07؟ هاي انا جبت لكم البروفيل، لا مكتوب عندهم والو، ولكن مكتوبه بالشينويه، شي سميه مكتوبه بالشينويه. دخلوا عندنا الشينوا. انا كنستغرب كيدخلوا عندي اتراك وايطاليين، ماشي عايش مغاربه عايشين تما، ايطالي قحنيت، ولد ايطاليا ولا بنت ايطاليا ولا تركي ولا تركيا كيدخلوا عندي، ما عرفتش نتفاهم معاهم. وي دخلت العالميه اخويا ابراهيم، دخلت غناخذ الاوسكار هاد العام. صافي كملات والله الا كملات. اسكتي دابا كيصيفطوا ليا كيفاش غنتفاهم مع الكرد، مع داك الباكستانيين. ويلي باكستانيين هذوك راه كاين، الله يعطيك الصحه، الهاكر زعما. باقي ليك غير القطب الشمالي والجنوبي. والله وعملت هما دخلوا عندي وما جبت لهم خبره، خلاها الله. واحد المره كان شارك معايا واحد واحد بلاصه في جهه اليابان، عنده شركه ديال الطوموبيلات، هو الاصل ديالو سوري وساكن تمايا. قال لي بيننا وبينهما قيله شي 9 سوايع ولا اكثر، المهم شي 12 سوايع، عسي عيب باش ندوي انا وياه ابيل. شحال ديال التاميره تنضرب، خصني نحسب شحال من ساعه وكندير ريفي باش نعقل عليه. كنت ساعه كندوز البيرمي في 2021، عقل عليه، حيت في الاغلبيه كانت كيعيط ليا وانا في بلاصه فين كندوز البيرمي. عاد نشوف شكون جات ليا ميساج. الله شوفوا راه خدامي معايا الناس، الله خدامي معايا. هادي روسيا فيديرايشن، روسيا فيديرايشن هاد الدولة هادي. صيفط عليا عمر هيدا مسكين، وي صوب اش بدا صيفط عليا. اش كتب لي هنايا؟ واحد المرة كومونطا واحد لايف منين بارطاجيتو من افغانستان. انا الانسان لابد له في حياتي من شريك يساعده وكاينة ويقاسم السراء والضراء. ايه واش شي كامل اللي قلتي زوين، لكن في هذا المجتمع ديالنا مابقاوش كيفهموا. والله الا مجندات الدباب الالكتروني اللي يوريك. لا راه كي صراحه كاين معايا ولاد الناس في هاد اللايفات ديالي كيتبعوني، كاين معايا ولاد الناس كيعاونوني، منهم عمر هيدا، منهم صابر ايوب، منهم انت اخويا ابراهيم، منهم سريضة. مهم كاين، كاينه نجمه الجنوب، كاين بزاف د العيالات هما كيساعدوني، كاينه منيا، كاينه واحد السيده سميتها خليني مره ديبي قضاري، كاينه واحد السيده كتواصل معايا في الواتساب السجيده صالح الرحمن. المهم كاينين بزاف اللي كيتواصلوا معايا، وكاينه خديجه زجال هي كتواصل معايا مسكنه في الواتساب. شوف واحد السيده بدا واحد الكومونتير كيهضر على اهميه الزواج والمراه للرجل والرجل للمراه.
شوف غير نقول لك عرفتي شنو اللي خرج على المجتمع ديالنا دابا باش مابقاوش الناس كيقدروا يتزوجوا ابار ديك مدونات الاسره ابار مدونات الاسره هذيك راه غير ساعدات هذيك راه كما كنقولوا الفتيله التي اشعلت النار يمكن ولكن النار راه شاعله شحال انا نقول لك علاش دابا الراجل عنده متطلبات والمراه عندها متطلبات وبجوجهم جايين يتعرفوا ماشي باش يعني كل واحد فيهم يتعاون مع الاخر ويدير الدور ديالو في الاسره و لا كل واحد فيهم جاي كيتسنى الاخر يوفر ليه الطلبات ديالو على اساس انه هو اللي غادي يكون الامير او الاميره والاخر خدام عنده المهم يعني المراه كتسنى راجل ديالها كلشي داكشي اللي بغات وبلا ما تقولوا اون بليس راه مازال ديك اللي كتقول لك هاش بغيت هذيك والله الا راه واضحه راه بنت الناس راه كاين اللي ما تيقول لك شنو بغات وكاين اللي ما تيقول لك شنو بغا كاين اللي كيخليها هكاك سارحه شكرا رضا بارك الله فيك كيخليها هكاك غاديه حتى كتطيح انت وياه في السطاج الاخر اللي هو الطلاق وهاد الجوج كيتسحب راسهم راه هما الراجل والمراه كيتسحب راسهم راه يعني راه هو هذوك الحقوق ديالو خصك توفرهم ليه حقوقه ما كاينش الصبر ما كاينش نيك على هادي ما كايناش اليوم غدا غادي تكون ما وفرتهاش هاد العام وفرها العام الجاي ما كاينش كذا دابا مثلا دابا العيالات غادي فوق نلقى في عيالات بزاف كيجي باش شي مرا كتقول لك انا بابا عنده الدار ملك يعني مابقيتش نخرج نمشي نسكن في الكره نبقى نتحول من دار لدار انا ولفت الدار ملك انا ولفت الشومبره ديالتي فيها حمام وراح عند باك هذيك بنتي عند باك عند باك ماشي عند ولد الناس الراجل ما عندوش طوموبيل بابا انا عندي طوموبيل بابا كان ما داش طوموبيل فاش بدا بابا كان من دارها تعال لهنا ما خرجش نمشي نسكن معاه في عروبي دابا هي وكتقول بغيت معلمه تعرفات معاه تلاقات هي ويا جا انتقال لا ما نقدرش نتقال معاه لا خاصني هنا انت بغيتي الطبيبه النفسانيه انت صافي راه غادي نصيفطو الدوسي ديالك للبرشيد هناك الله كتقول لك الكوزينه بغات الكوزينه تكون اخر موديل تكون جاهزه من مجاميع داك الكوزينه ديال 6 7 مليون كتبيع جاهزه وهي رخيصه 6 7 مليون كنهضر على شي حاجه رخيصه اختي راه امك راه كانت كطيب عليها دايره طبله كطيب عليها طبله وبوطه حتى الطواليط انت راه كون تجي امك تعاود لك كون كان عندهم التليفون ديال الكاميرا شحال هذا وصورات لك امك باش بدات مع باك كون راه كيحشمتي على عرضك ما تهضريش فهمتي كون ما دويتيش كنضحك صابر ايوب صيفطك الدوسي ديالك للبرشيد هناك الله هذا هو المشكل والراجل عاوتاني كيتسنى من ديك المراه شي حوايج وما ما طلبهمش منها ما قالهمش ليها وكيتسناها ديرهم بلا ما يطلبهم بالعكس راه خص تقولهم وخصك تقولهم من الاول ماشي تتزوج انت وياه وتوليو في المحاكم عاوتاني لا خاص الراجل بغا شي حاجه من المراه يقولها لها في الاول المراه بغات شي حاجه من الراجل تقولها ليه في الاول انا هاش كنتسنى منك انا هاش شنو بغيت منك ما تبقاوش تهضروا داك الهضره المغشيه بغيت غير المعقول بغيت غير الحنان بغيت غير كذا راه كل واحد عنده مفهومو على المعقول ومفهومو على الحنان ومفهومو على الرعايه ومفهومو على الصرف وفاش كتقولها ما غتحتاجي حتى حاجه ما يخصك معايا الطاخير وضح ليا شنو هو داك الخير اللي عندك الله يجزيك بخير وسمحوا لي في الله كنقول لكم راه ممكن داك الخير اللي انت كتهضر عليه ماشي هو الخير اللي هي عايشه فيه في دارهم تتسنى منك وعليكم السلام للمونيا مزيان فلذلك فاش تكون جالس مع شي بنت الناس اثناء فتره التعارف سواء في الزنقه ولا في دارهم الله يجزيك بخير هضر معاها وقول لها شوفي بنت الناس انا ها علاش قد راه اختي راه كاين اللي تزوجات بالراجل ما عندوش باش يشري حصيره ما كيقدموه في المقابل وكون اللي رياضات اللي يهضروا في الاول كما قلت لك وكيحطوا النقاط على الحروف تتقول لي اش كنبغيت منك يقول لها شنو بغيت منك كيهضروا فيه المشكل هما تيبقاو كيمشيو غير بالمسميات ولا لي غون تيتغ العناوين الكبيره حتى كيطيحوا في الجميله ملي كيطيحوا في الجميله نصيب ناقص صراحة هي هادي كذا تقول لك دابا ممكن يطيح شي راجل مع شي مرا صباره ممكن تقول لك انا ما مرضاش نتطلق قدام عائلتي وكذا وناني نانا كاين مازال كاين بنات الناس صبارات
وكتصبر حتى كتقاد هي وياه، وكاين اللي ما فيها الصبر وبغات نطلق. وكذلك الرجال، انا كنعرف واحد راه يلا مطلق عاوتاني، راه 8 شهور يدوز مع مرا جابو عليه عائلته، هو مشترك معايا في برنامج. واحد الوقيته عيط ليا قال لي اختي سميه شكرا جزاك الله خيرا، راه درتي معايا الواجب، ولكن راه نضبروا لي عائلتي على واحد السيده، راه غنتزوج ديك السيده من الفاميلا. قلت الله يسخر. مني الزواج كيبقى في العنب، كيبقاو في العنب حي كيحمض، وكينساو يتكلموا على المهم. ايه قال لي صافي راه تزوجت بها، داز واحد ربع شهور عيط لي قال لي غادي نطلقها. علاش بغيتي تطلقها؟ اودي ما عجبتنيش، ما دفع اودي قولي لي الحقيقه. قال لي اودي ما ماشي داكشي علاش كنقلب، انا بغيت الرومانسيه، بغيت كذا. قلت له واش ساكنه ويا بوحدكم؟ قال لي لا سمعوا انا جايكم، راه قال لك ما ساكنينش بوحدنا. قلت لي ما مساكين؟ قال لك هي ساكنه مع والديا وانا تنجي عندها مره مره، هو ساكن في المدينه. قلت لي وراه الرومانسيه راه ماشي مع والديك ولد عمتي، الرومانسيه خصك انت وياها تيطاطيط في دار وحده، موفر ليها الجود الرومانسيه ماديا ومعنويا. ديك الساعه حتى الا ما عرفاش غتعلمها انت في داركم انت وياها، اما هي ساكنه عند امك وانت كتمشي تزورها مره مره. قلت راه مزوج ما توزع ديك، راه انت كتمشي تطلع عليها دير الواجب الوطني، غتبقى غير كتشوف فيا. قلت له دابا شغلك هذاك الساعه طلق وعاود جي خلص ومرحبا بك. كاين ساو التشكيل اختي عائشه، شكرا. شكون في هذو الكيسوني نجاوب على المكالمه؟ الو الو السلام عليكم. الحمد لله حيد لي زيكوتور ما كنسمعش. شكون ما الو السلام لاباس؟ راه قلت لك حيد لي زيكوتور الا كتسمع، ولا ما كتسمعش؟ نسمع مزيان مع ديال الريزيك. نقرا هذا الكومنتير اهم. بناء اسرة عيش سالم مساندة في السراء والضراء وتعاون وثقة، المعنى في مجمله السكن بمودة والرحمة لكلا الزوجين، وإلا بلا ما يتزوج بنادم. ودابا هو دابا كي اللي كيعيط انتما كنشوفو كيعيط وبغيتها بدارها، بغيتها صغيرة. جيت لي خاص الهضره على كل شيء، خاص الهضره على كل شيء، الواجب الوطني. شكون كتبغي الواجب الوطني؟ يلا يلا فايق من النعاس، اش من فاقد راه مازال ناعس، هضره يلا تسرح. سخفان بحالاش النقاط يومح نهار وليدي توقف على شي مرة باش غنتزوج بها عيط ليا نوريك، ولكن غتخلص الاشراق باش نوريك. مونياش غضبانة، بغاو كل شيء ولا يقدمون شيء بالمقابل. من سيارة ومن سيارة خاص يكون مواجد ليها قوامها. اياه ما العيانات بانو عندنا، الرومانسية بدوكي بانو عندنا. لو بحال هاكي ويبغي شي مرة رومانسية، شي مرا عاطفيه، كنقول ليه واخا البنت رومانسيه هذيك معاها ونجيب عليك رومانسيه نيشان، نتاكد من بلا رومانسيه، نحط لك عليها التنقيط ديال الرومانسيه. ايوا واش غنقول لكم؟ تهلاو ليا فيوسكم، كنشكركم على البارطاج على اللي جي مع القلوبه، كنشكركم على النجيمات خويا ابراهيم خويا رضا صابر ايوب نجمه الجنوب ام موسى، شكون اخر معنا هنايا اللي بارطاجينا اللايف؟ راضيه بقدري، كنت ناسيه تفكرنا في البارطاج، قالت لك كتجي فاقده الذاكره. احمد العسلي شكرا. المهم شكرا للناس اللي بارطاجوا لنا اللايف، شكرا جزيلا، ونشوفكم في اللايف ديالي ان شاء الله. شنو كتبوا هنايا جميلة؟ أظن أن الشوارع ولا النرجسية الأنا والأنا الأعلى. أنا خاصني نتزوج مرا مطلقة لحق تعيش معايا في الشمال. إلى اللقاء.